لن يكون هناك خلافات في أي شيء كان. نعم أستاذ محمد، لكن يعني الكلام يبدو أنها مبادرة نبيلة جدا، وما أحوجنا جميعا فعلا لتوحيد الصف، وأنها يعني ده كله من أجل الوطن. لكن سمعنا كتير عن مبادرات لتوحيد الصف ولكن ما تحققتش الفكرة بشكل كافي. إيه اللي بيميز المبادرة دي يا أستاذ حسن عن المبادرات السابقة؟ في إن المختلف اللي ممكن يخلي القوى المختلفة اللي بينها فعلا زي ما أيمن كان بيقول في خلافات حقيقية جوهرية، ربما يكون الهدف واحد زي ما أستاذ محمد بيقول، لكن آليات التنفيذ وأسلوب التنفيذ بيختلف من قوة سياسية إلى أخرى. إيه المختلف اللي انتوا بتقدموه اللي يضمن إن المبادرة تنجح مختلف عن المبادرات السابقة؟ حاجة الوطن والنازع الوطني عند كل مواطن مصري. أنا فوجئت لما اتصلت بزملائي من القوى الثورية. أنا اتعاملت مع القوى الثورية على مدار من بعد 25 يناير ولحد دلوقتي بتعامل معاهم، زملائي كلهم وشاركت معاهم، وبحكم موقعي في مجلس تعاون القوى الثورية كنت بتعامل مع حركات في مناطق كتير في الجمهورية. أنا فوجئت برغم اختلاف الأيديولوجية وبرغم التشدد واليأس عند البعض او كده، ان رموز كتيره وقيادات كتيره منهم رحبوا جدا وقالوا احنا في حاجه للمبادره دي، لان احنا متخوفين، الشباب بتسقط مننا ومش قادرين نعمل حاجه وما نقدرش نخالف الصف ان احنا نحجمهم عن كده، لان في مطالب فعلا حقيقيه موجوده. ولكن الضامن الوحيد هو النازع الوطني وحاجه الوطن في المرحله دي، ان احنا نعدي خطوه ومرحله ونعدي خطوه في المرحله الانتقاليه تضمن استكمال هذه المرحله. نعم استاذ حسن، هستاذن حضرتك للخروج الى موجز الاخبار ثم نعود لاستئناف الحوار. موجز أخبار الساعة، مرحبا بكم. شدد المجلس الأعلى للجامعات في اجتماعه برئاسة الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء على عدم السماح بتعطيل الدراسة بالجامعات، مؤكدا أن الحرم الجامعي هو محراب للعلم وأن العمل السياسي داخله لابد وأن يسير وفقا للضوابط الجامعية ودون أي تأثير على العملية التعليمية. وأكد المجلس أنه سيتم اتخاذ إجراءات رادعة قد تصل إلى حد الفصل بحق الطلاب المتجاوزين، كما دعا الطلاب إلى عدم الانسياق وراء الدعوات الهدامة ورغبة بعض القوى في استخدامهم كأدوات للتخريب. وقد تطرق اجتماع الأعلى للجامعات لمناقشة المشكلات المالية التي تواجهها الجامعات. يأتي ذلك بينما نظم عدد من طلاب جامعة الأزهر المؤيدون لتنظيم الإخوان مظاهرة أمام مبنى أعضاء هيئة التدريس المواجه لمقر الأمن الوطني الرئيسي في مدينة نصر، وردد الطلاب الهتافات ضد وزارة الداخلية وقيادات الأزهر والجيش، وقاموا بإطلاق الشماريخ والألعاب النارية قبل أن يعودوا أدراجهم إلى المدينة الجامعية لجامعة الأزهر. وفي جامعة القاهرة نظم العشرات من طلاب الإخوان بالجامعة مظاهرة للتنديد بمقتل طالب كلية الهندسة محمد رضا وللمطالبة بالإفراج عن زملائهم المضبوطين في أحداث العنف الأخيرة. وقام طلاب الإخوان برفع إشارات رابع العدوية داعين جموع الطلاب إلى الانضمام لدعوات الإضراب عن الدراسة، كما رددوا هتافات مناهضة لوزارة الداخلية. وقد انطلق المتظاهرون في مسيرة إلى كلية الهندسة ما أدى إلى قطع الطريق بشارع الجامعة وتوقف حركة المرور كليا. وفي سياق متصل شهد محيط ميدان النهضة المجاور لجامعة القاهرة تواجدا أمنيا مكثفا تحسبا لأي تصعيد من طلاب الإخوان. شدد رئيس مجلس الوزراء الدكتور حازم الببلاوي على أنه لا يمكن أن يتحقق أي تقدم اقتصادي إلا في حال توفر الأمن والاستقرار السياسي وتحديد رؤية اقتصادية للمستقبل. وأضاف الببلاوي في كلمة ألقاها أمام المنتدى الاستثماري المصري الخليجي أن ثورة 30 يونيو هي استكمال لثورة يناير، وقصد بها إنشاء دولة جديدة تتطلع للمستقبل. كما أكد رئيس الوزراء أن الدولة تزداد قوة كل يوم وأنها تسير بقوة ثابتة وراسخة، ومن أهم مظاهرها أنها ومنذ اللحظة الأولى أكدت أنها دولة تحترم القانون وأن ما يصدر عنها سينفذ بكل قوة وحسم ولكن بلا تعسف أو شراسة.
نفى المتحدث باسم لجنة الخمسين محمد سلماوي إجراء أي تعديلات على ديباجة الدستور التي أقرها الأعضاء بالإجماع في آخر جلسات اللجنة. وقال سلماوي إن الديباجة التي أقرت أو التي تم إقرارها بالإضافة إلى مواد الدستور التي قرأها رئيس اللجنة على الأعضاء هي التي تم طبعها وتسليم نسخة رسمية منها إلى رئيس الجمهورية. في الشأن السوري، أعلن ناشطون مقتل 25 شخصا على الأقل، بينهم جنود في الجيش الحكومي، وإصابة 35 آخرين جراء سقوط قذائف على منطقة دوارة الباسل الخاضعة لسيطرة السلطات السورية في مدينة حلب. وأضاف الناشطون أن عددا آخر من جنود الجيش السوري قتلوا لدى انفجار لغم أرضي على حي عش الورور شرق العاصمة دمشق. وفي سياق متصل، أعلنت القوات النظامية أنها أحكمت سيطرتها على المحاور الرئيسية لمدينة النبك في منطقة القلمون، بينما تحدثت مصادر رسمية عن القضاء على عدد ممن وصفتهم بالإرهابيين وتدمير ما لديهم من أسلحة وذخيرة. تبنت جماعة تطلق على نفسها اسم كتيبة أنصار الأمة الإسلامية عملية اغتيال حسن اللقيس القيادي بحزب الله اللبناني. وذكرت المجموعة المجهولة في بيان لها أن اغتيال اللقيس يأتي كونه المسؤول المباشر عن مجزرة مدينة انسبل في سوريا، وذلك فور وقوع العملية اتهم حزب الله اللبناني إسرائيل بتنفيذها، وهو ما نفته الأخيرة. نهاية موجزنا الإخباري، وعلى رأس الساعة فترة إخبارية شاملة. إلى اللقاء. جديد لحضراتكم والتحية للمشاهدين الكرام، مكملين مع حضراتكم في حلقة النهاردة من القاهرة، ومكملين مع الأستاذ حسن الشبكي منسق عام مجلس تعاون القوى الثورية في هذا الحديث المتصل حول مبادرة لتوحيد الصف والمواقف للحفاظ على الوطن. الأستاذ حسن، كنا بنتكلم قبل ما نتابع هذا الموجز، واسمح لي أطرح على حضرتك سؤال يعني يوضح للسادة المشاهدين أكثر حقيقة الجهد اللي أنتم بتعملوه. إذا رأى البعض أن أنتم الآن بتقدموا مبادرة ممكن تكون تكررت بصور أخرى، ولكن لتحل بصورة أو أخرى محل حركة سابقة أو جبهة ما كبديل الآن، بماذا تردون؟ وخاصة أنه إحنا يهمنا نعرف مواقف يعني في المجمل كل القوى الثورية اللي موجودة على الساحة الآن من هذه المبادرة. بداية، هو بالنسبة للمبادرة احنا تعمدنا ان هي ما تطلعش باسم كيان محدد لحين يجتمع عليها كل الكيانات الثورية والسياسية، تجتمع عليها وتبقى بمبادرة منهم مش مننا. يعني احنا بنقدم لهم المبادرة، بنحاول نتقدم خطوة هم يستكملوا عليها بانهم يجتمعوا ويطلعوا من مبادرتهم الحقيقية عشان تتحقق على الارض فعلا بايديهم ويشاركوا فيها. الكيانات اللي تم التواصل معها، احنا اتكلمنا، انا اتكلمت مع الاستاذ عصام الشريف في الجبهه الحره للتغيير السلمي، الاستاذ محمد عواد حركه شباب من اجل العداله والحريه، تكتل شباب الميدان في المنصوره، اللجان الشعبيه للدفاع عن الثوره في بورسعيد، ائتلاف شباب الثوره المحله الشراره، وحاولت حتى جبهه وطنيه، واتكلمت مع احزاب. وهم انتظروا وقالوا خد الخطوه الاولى واحنا هنجتمع معاك وهنستكمل، وانا بدعو كل زملائي واستغل وجودي في المنبر النهارده بتاع حضراتكم ان انا ادعو كل زملائي ومن القوى الثوريه ومن القوى السياسيه، وبدعو الاحزاب السياسيه، وبدعو الرئيس عدلي منصور ومؤسسه في الازهر واتحاد الطلبه بالجامعات انه ينضم الينا ونجتمع كلنا مع الرئيس بحيث نوصل لصيغه مشاركه من القوى السياسيه والقوى الثوريه والوطنيه في اداره المرحله ولو بالراي، يبقى في تواصل دائم ما بينهم بناء على الوفد اللي يشكلوه، ويستكملوا المبادره بان يبقى كلمتهم واحده، صف واحد جميعنا على قلب رجل واحد حتى نعبر بالمرحله دي. ده هيدي لمصر خط دفاع وهيحمي ظهرها من كل اللي بيحاول يعبث بامن وطن، ويستغل السيوله اللي موجوده على الارض في انه يستقطب شبابها، يقوم بعمل اضطراب امني، ده هيحجم الصوره وهيخلينا على قلب راجل واحد ومشاركين في المرحله مشاركه حقيقيه. ولذلك انا بستغل دوت وبدعو زملائي
بدل القوى السياسية بالاهتمام بالمبادرة. دي مش مبادرة عشان تحجيم حق التظاهر أو إهدار أي حقوق من حق المواطن أو مكتسبات ثورة 25 يناير أو 30 يناير، ولكن دي مبادرة عشان ننقذ الوطن بيها، نلحق المرحلة قبل ما تضيع مننا ونلاقي نفسنا في موقف أصعب من اللي احنا فيه. لكن هو الإعلان يا أستاذ حسن ممكن يكون توقيته محل سؤال، يعني نحن الآن يعني في أعقاب الانتهاء من صياغة الدستور وتقديمه لمؤسسة الرئاسة، وفي انتظار طبعا الإعلان عن موعد الاستفتاء عليه، ربما هذا التوقيت يثير التساؤل، هل هذا متزامن مع فكرة الاستمرار في خريطة الطريق وهذا حق مشروع طبعا والوصول للمطلب الشعبي الحقيقي من وراء هذا الدستور بالموافقة عليه أو باحتمالية رفضه، وهذا احتمال قائم بالطبع ولابد أن نشير لذلك، إلى أي مدى أنتم يعني متجاوبين مع خريطة الطريق وداعمين لها بشكل واضح؟ يعني بعد انتهاء لجنة الخمسين من إعداد المسودة النهائية وصياغة دستور مصر وتقديمها للرئيس عادل منصور، اعتقد ان احنا خلاص بنستعد لعبور خطوه من تنفيذ خريطه الطريق كما اتفق عليها وكما اعلنت في بيان الفريق السيسي، وده احسن توقيت، احسن توقيت احنا بادئين خطوات جاده وعمليه في تنفيذ خريطه الطريق. يبقى لازم دلوقتي لازم نوقف وقفه ونرجع نفسنا جاده. المرحله اللي فاتت كانت ملتبسه ما بين الاشاعات واضطراب المشهد، المرحله بدات تاخد وضوح، رؤيه وخطوات واضحه هتتاخد في المرحله دوت، وقت ان احنا نقف جنب بعض ونشوف احنا رايحين على فين ونحدد موقفنا من المرحله الانتقاليه، زي ما هنحدد موقفنا في الاستفتاء على الدستور نحدده من دلوقتي احنا رايحين على فين وهنعمل ازاي وحاجه الشعب ايه. حاجه الشعب احنا هنوصل في مرحله لو استمرنا الوضع ده ان حتى مطالب الثوره العادله هيكفر بيها الشعب المصري وهيطلب اي حل ايا كان، حتى لو حل امني قومي عشان نعدي المرحله بيه يعني يعدي التهديد هيوافق عليه، فليه ما نقدموش؟ لا احنا جنبك وبنمثلك وناخد الخطوه احنا بنفسنا، ليه نمتنع عنها وهي في ايدينا ان احنا نحققها؟ نعم أستاذ محمد، ربما تأتي هذه المبادرة على يعني نبل الدعوة الموجودة فيها وهي وقف التظاهر والاحتجاج بصورته يعني الدرجة في مصر منذ ثورة 25 يناير والنزول إلى الشوارع وقطع الطرق وما إلى ذلك، إلى توصيل المطالب إلى المسؤولين بصورة يعني بصورة سلمية بوفد يصل إلى المسؤولين. تأتي هذه الدعوة في وقت هناك دعوات أخرى للشحن والتظاهر والتصعيد حتى يعني توقف خطوات خارطة الطريق، ازاي بتشوف الاختلاف يعني كده في مصر وكأنها انقسمت إلى جانبين؟ أولا مصر لن تنقسم ولم تنقسم، مصر ذكرها الله في كتابه، مصر حفظها الله سبحانه وتعالى ولن تنقسم إلى يوم الدين. أما بالنسبة للدعوات الأخرى، الدعوات الأخرى هي معروف موجهة من أي فصيل وتحالف ما يسمى بدعم الشرعية وهو أبعد ما يكون عن الشرعية. في الوقت ده احنا إذا نجحنا إن احنا ننفذ المبادرة والمبادرة نجحت وتبنتها مؤسسة الرئاسة وبالتالي شارك فيها شباب الثورة، أعتقد إن كل الدعوات اللي بتتم في المرحلة دي ليوم 25 يناير القادم أصبحت إن فين دون جدوى. ملهاش اي لازمة ولا يوجد لها اي تأثير على الارض. احنا دلوقتي بنحاول ان احنا نعبر بمصر الى المستقبل. مصر محتاجة شغل 10 سنين يتعمل في 3 شهور. مصر راح منها كتير. بالرغم من ان دولة زي مصر تحتوي على موارد وخيرات ومصادر ثروات لا توجد لاي دولة في العالم. احنا